الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. الرب يقول كنتم باب كأه باب كرامات الاولياء وفضلهم. اولياء كرامات كودا أي فضل اي اولياء ليهين اي ابابيه. قال الله تعالى <اني وهي> <كتصفيق> <applause> <applause> <كتصفيق> <ألا> الله هو الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. ان اولياء الله اولياء الهي. الله أولي سلا لا خوف عليهم عبسي كركو ذاك مصقنا ولا هم يحزنون قار مركا مرغون يو تيران يون يون مأها وأي أوليده الذين أي هم الذين كوي وي آمنوا وكانوا أهاذ يتقون قال الله كبقنا ينا أهاذ كواسوي لهم البشرى بشارة أي أصبناتي في الحياة الدنيا نلش الدنيا قدهيدا بُشَارَيْ هنا لو بشاريني. وفي الآخرة آخرة قدية أنا بشاري يكلي هنا لا تبديل <applause> لكلمات <applause> الله بدل هذه لا لبدل يولي كلمات الله كلمة إلهي بدل لبدل يا ماتشرتو. ذلك هو الفوز العظيم. كاسي هو الفوز وقوشي العظيم وين يدوي. أن آيدهن الله حنوش الشجيا إن الله أولياء أسرنا أتقي الله إكران تذكروا قي السمان أو أولياء الله أولياء الشيطان مركا وحوي إلا بذا الله أما أما أولياء الشيطان واتمركا الكاس إلهي أولياء الشيطان مركا الله بذا أولياء الله إن أولياء الشيطان كي يهي لو وضعه حكما لحيا واصد إما وإما سبحان الله هو بشار آخر إن بقي إن مرقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو متشد في دار الدنيا يده ودار امتحان ودار رباط يعني مركبة عبسية مروجه بوابات يعني ينبذن بعد شريك كره لكن محلوت شي إذا دار inaan cabsi iyo muruga toonna la kulmayn haddaba awliyada allah wa ayo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwii allah rumeeyey allahna ka baqanaayey sidaana joogteeyayoo ku dhintay yacnii sidaa khaatimadoodii iimaanka iyo taqwadaasna u noqday kuwaasaa awliye ilaahay ah marka inagu ma garan karo shaqhsigani inuu weli ilaahay yahay ma garan karo haddaan nas iyo daliil laynoogu sheegin الدنور <سؤال> يهي مؤغين خاتمة دي سوحي نقنون حوك من دونا حوك الدنبين دونا كما ورقبنا ومدى اللباد قلبك سوحا كسوغن مؤغين ظاهر كيس سادين ونا كأرقنا وحين كما لينا إنا إنو هناك سيه لكن باطن كي سي قلبك سكما ورقبنا أتوى الله يلي والنبي أكويل عليه الصلاة والسلام وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم يا اذ غيبك ووح الله وعين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر يعني الله وح والبواقيه وحبتك الصغن يوح برجك الصغن مفاتح الغيب كو أجيه. عد كلو اوغي مفاتيح الغيب ما تشران الله بالك وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين يعني علم الاله هو واسع لكن علم الادوم هو حديده يا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ساس اودد نبي محمد الاله وحكوا عليه الصلاه والسلام وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. تد مدينه لتشوقه ومنافقين اه اي يا النبي الهي كي يري ما اجدني منافقين يهين انك اوك. ما محمد سال ابو والمحاضر والمحاد أمرين كلام ام مركز يا سؤال باطن في قلبي الصغن. كما ورقبنا. هدي الظاهر كي سونا نظن به خيرا. مجزمين انه خير بينكم مرينا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان احدكم مادحا اخاه لا محاله فليقول الأحسب كذا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. متكية. هي حديثنا الصحيح. متكية. هي مذا امانه يا ولكي هي له ساصنم علينا يا يا احسب كذا ساصنم علينا. والله حسيبه الله بان حسابه اي محاسبه ولا ازكي على الله احدا إلهي عدنا وامان ما

markaa si yaqiin ah oo hubaal ah aynu hubno ay ciddii nas laynoogu sheegay ayaa de awliye ilaahay inay yihiin aynu ku garanaynaa si yaqiin ah colamada qaar waxay ilxaaqiyeen cidda dadka wanaagsane ay ammaaneen oo cid ahluul khayra oo ahluulcadliya oo ahluulinsaafa oo saxaabadii nebigaoo kale ay ammaaneen ama cid la mida xagga cilmiga iyo cadaaladda la mid ahi oo iyaga shabbahaya ya yani markaa ay ammaaneen وخيري وناكو امانين يا غنا وحي لأهدين وجبت حديث كاس اسوقات انتم شهداء الله في ارضه على ظهر السنه قال كون وكت وحي وحيي لأهدين عدى النص لاغوشي غي بس أيون بين جسمين أنا أهل شنييين أولياء إلهيين حديث كات يا دتكاس النبي عليه الصلاة والسلام وجبتنا عند أمر خاتي كعائي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام بات تقريرين يا سوغي يا ومرك حتى يكون خطأان يكون قفان مرك تعاقبي سيد الصحابة قال مرك الهي فلان شهيد وقول كلا إني رأيت في النار من بردة غلها مرك الهي فلان شهيد أنتم شهداء الله في أرضهم مرا وتعاقبا شهادة مرك الواقع وافقين ومركزي وقبني على كل حال اللي اسكس يديني مائها وحلوا او ليذا لو قرنيه انا مائها خوارق العادات ذكر قاركود وحي كوقي يا صان او ليذا اني كرامات وحي ام ملايين وعاد خلاص سندلا عيني عندك اركان وحي والي الهي كرامات باكم مغضي كيت وكيت يا ساسي ارمي الا اذا عضيت مركي وافللوياءه

بدكور سعداء. اكوك إلى ركتان وحوية وحواي مركز مركز سيدو هي يعني فرائض حدود الشرع يا سيدو عمل هي عامل فركو لكن عامل فرائض. مركز اللي هو بسائل. قصر صاحبنا الليث. تقصير بوسمه ولبي شافعي اذا رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على البحر على الماء. ادارك تانين هو ذا الدولين. ابيها كركو هكوك تسومين الى اركتان السلوكيه هي يعني مركز مركز شرعي وكو عمل فلكي سواجبات الشرعيه فرائض سلوكيه هي يا حدود يا محرمات كسلو الى هنا الى تاركتان هكوك تسومين دور استا ودولا يا واحد نوانكر تعامل الشيطان يعني واحد عكرت الشيطانين وسيدو بطا وكوكار صعونا يعني هكوك تسومين مرك مقياس كي محوش الشافعي واحد ويجي السيدو الشرعي هكويا هيبة اللي اجية عواد الدولائي إيه. بيها بطا إيه. وخر صعودائي وحاس مركا وحول قياس ما وحا وحول قياس ما مركا إيمانك يتقوضنا ذنا أه دي اصل قلبك فليا يا التقوى ها هنا وأشار إلى صدري صدح قربا النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا التقوى ها هنا يعني أسايا تقوض هل كاسي أصل كذا كسو قنبا أصل كيدا كسو, كسو أي اللوتي ده. الذين آمنوا وكانوا يتقون إيمان يتقوى وعد الله تمي أو صدانا كل ما تي وحيها لهم البشرة في الحياة الدنيا بشارة وصناتي أدو... نلشن الدنيا قدهيد بشارة واحدة سوق لي ريوين كوانا سنبا ومركي وحوية النبي يعني مركة وحوية عليه الصلاة والسلام مركو الشيخ ريوين لم يبقى من النبوة إلا المبشرات نبوة أجزاء النبي لماذا؟ بشاروين كمويان وحكرا كمهرين يعني وريوين كاسا كميدا وحكميدا الثناء الحسن أما أنت ونأخسن بكميدا قف با مركا يسا عمل ونأخسن سمينة مركا سال لغو أمانا يا يساق مدونين لغو امانه وضطكو كو أمانا تلك عاجل بشر المؤمن أبو قف كو مؤمن كو سود ديك ديكيس مركا بشاروين با في الحياة الدنيا وفي الآخرة آخرنا وأغسق ناضي ودى <powerful> ملايكتنا <مازل> يا يعني وحوي المرك واللوب والشارينية يعني وحوي المركة صواب وين نواهي يعني وقال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أيضا كالشيخ وسوقاتي باب كهر لع وغرق أيوحة كاملة قصة كصابصا مريمك صابصا والله حكيلي مريم وهزي إليك بجذع النخلة مريمة وحقبتي فوشي بقبتي

marka iyadoo markaa waxa weeye bankii ay u baxday ay doontay inay markaa waxawee danteeda u qabato ku maqan baafooshi qabata markaasuu allah wuxuu ku yidhi oo biwaasitati malak baa loogu odhanaya wahuzii ilayki bijidcinala wahuzii rux ilayki xaggaaga u soo rux bijidcin nakhlah geetimiraadka jiriddeeda rux tusaaqit calayki rutuban janiya waxay ku soo daadin korkaaga رطبًا <سؤال> يعني رطب تمر مركب بسلاتي رطب اه وان وليت تمرني مقارن اي كو صوتا دين رطب كاسو جنيا يعني مركا يعني بسلاتي فكل عن واشربي يعني عب المركا ادر درنا والله صوصار مركب, مركب بيها انا عبالي يعني رطب كان عن تصنع على سبيل الكرامه مريم وحي هيد من فضيات النساء دو مركب كفضي غابضا بيكم اذا هايد مركا أه صلاح اذا اي عباد اذا اي اذا درادد ايا كرم ذل وارزاق يولسي تسال وارزاق وحيل هذا العلماء اختي اختي تمرت بسلاطيم باهاي يا بعض اهل العلم يذبح رطب الله غير هذه مركبه وقال تعالى الله هو كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها قرقص قال مريم زكريا نبي زكريا وصوكرو المحراب ميشا مركا وحوي محراب كا بمعنى يكوعي بهذه سنة وصوكرو وجد عندها رزقا وحاكتية ذكاهلة أرزاق بوكاهلة رزقا رزق أكتية أك ذكاهلة أن بلت كباؤل عد بنا هذا وأوكي أنتين أين يكري قال وحي لي زكريا يا مريم مريماي أن لك هذا سيو كان يكوع أرزاقنا أرزاقا أنا قالت وحيت له هو من عند الله الله أكتيس سايوك هذه الله بأسي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله هو ارزاق من يشاء كدونين ارزاقه هو ارزاق بغير حساب حساب الان وارزقه مركا هلوكيني ارزاق ذا يا سمارتا يا ميرها سالو كبا اولين وحنا هيت كرامه مريم اسوناتي waxay u الأولياء كرامة أوليادة أي مركا مركا وقال تعالى الله هو وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف وإذا اعتزلتموهم يعني حصى بورتة ك لَيْرَاتَيْنِ وما يعبدون يغا إي يوحي أي عابد ينبا قوم كا أي يوحي عابد ينبا فأو إلى الكهف يعني أو إيشا إلى الكهف قتكي ويشا أما فأو لو عملت سيو يدعو حويا قورتا يوحي عابد ينبا كلا راتين إلى تانغورتاس إلى الكهف كافي أو إيشا يعني قتكي ينشر لكم ربكم من رحمته وحيدين في دين ربيين نحريصي سواحكم إذا ويهيئ لكم من امركم مرفقا وحمركا اذن ديار يعني اذنك من امركم حق امورهن وحيذنك الديار مرفقا يعني وحمر انتفاع بو اذن ديار اما من امركم حال مرفق صوصا من امركم امورهن كم يديها مرفقا وحك انتفاع ذنب الله اذن ديار وترى الشمس وحضرك الساخر الرحضة اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم مرك يصبح ذو تزاوروا وحيكيلنا لنا عن كافي محقق قد كو ذا لنا يسا ذات اليمين حقا ميدك تو صاحبك حقا ميديك بيغيرنا وإذا غربت مرك يدعي سنة تقريضهم وحيغيرنا يسا ذات الشمال غيسط بيح بيغيرنا يس ونمرة اللي يرى ودت قال كلها سغنا ويغو الله الرومي الله كلييي وشركي دتكو اي كسوغنا يم بيكبيحين

ayay yaro jiifsadeenoo markaysaga yaro seexdeen eygina godka illinkiis ayuu isaguna iska fadhiistay oo addimada iska kala bixiyey halkiiba markaa isaguna halkaa isnaba waaba seexdeenoo hurdo markaysaa markaa dee fara badan bay seexdeen waainay baraarugayn way isroorogayaan oo gees keliya ku sugnaan maayaan marba gees bay u jiifsanayaan yacni saddex boqoloo sano iyo dheeraad ayay meeshii hurdeen aan jidkoodii baabbi'in aynay waxba cunin oo cuntolaantii aynay waxba u noqon oo aanmarkasmara ciidi cunin niaaeyagii eygoodiiba waa la baaqiya xataa eygiina sidii baa lagu baaqiya dadkii inay u soo galaanna waa laga ilaaliyey dadkii xataa raacdada ahaa iyo meeshan markay soo gaadaan cabsi baa loo keenay godkan iyo inay ku dhowaadaan iyo way ka baqayeenba armaabahala iyo di wax ku jiraan cabsi ayaa loo keenay marka waxaeye

وحيسوق ليس كراماتك يا وليدي سوق ليس كراماتك يا وليدي سوق ليس لي لي دو. يعني وحوي قل راح وكوي عنيس وقت كأني مركه توسوق الشو ودا المركه مركه قضاها وحق سوقا ايش في تا الى لي مربكيس بلوغ اللي وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن فيهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ما قلت كام مركه سلع وقبر برسناي ومركه صاله قتل ماما يا ايني مركه أين

ما هي راكال قربه حيوحه كم إذا عدة ونكسن عدة الله معه يجنوا حويه خير كي يبركدي بجليس أي قاسي إنه يسقون مدة أنت هالياجنا ولا ضه يسقون وحنعونين وحنط دقين وحنام ركا وحناء عبين والصداء يسقون الله باقيه له بركدي أصحابركه في بجدي بركدو دي أي يجن الكرامه ده دي بركدو دي بس هم القوم لا يشقى جليسهم يا مركتان وحلقة قاضني السحوبة عدة ونخسن اللجو انتفاعي أيوه وخير لهلايو أياتان لقى قاضني حديث كأكون يا شنب قل يا كوب يا طبنت بعضها قاركون وأكون يا شنب قل يا صدق لباتا وعن أبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر السديق أه أبي بكر السديق قرأ لي أبو بكر نوح لورنشري عبد الله بن عثمان عبد الله بن مقعس لورنشري, لورنشري مركا الصحابة ذا عبد الله لورنشري بكمدها علماء ذوي الاهدان إن عبد الله لورنشري قارنا صدح بقول بابي قارسيا لو بقول الصحابة إن أي عبد الله لورنشري marka wuxu kamid عبد الله ماركا إينا عبد الرحمن بالغور إينا حديثك أن أصحاب الصفة إن أصحاب الصفه كانوا وحياهايان أناسا ضد فقراء فقراء أصحاب الصفه وحياهايان ضد فقراء هو مسجدك النبي حق يا حقي يسدم بيدك نايين يا تارد سيدك نايين ماركا هوي ما إلى هين حول ما هل كاس يسكي قصو نايين يسكي قعي بهذه e an markaa salaada jamaacada ka qaybgelayeen iaad hadmarmaado iligisua dagaalkay ka qaybgeljiree k adaba marwayee ama wax helaa aabu suanimaa waak baamamaal oarawun helo waa ikaa biijia dadausugan dad muada may ahayn waay ahaayeen kii markaadeeaan waxba haysan ee fuqarada ka mida ayaa halkaa iska deg jirmlmtahalkaa kaga warayn ireen markasaa yani marka wa lagu siin jira mar la kaxeeyo oo guryaha la geeyo oo mrr wala soo cunaan iyo mar meesha wa loogu keeno iyo mar timira la gooyo timirta logu keeno iyo mar raashin kale loo keenaamr a amila iwaadadbay aajireenua dad caydan waba haysan agga maalka cay ka ahaayeen aaimmara ficnaayeen وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة النبي عليه الصلاة والسلام مربى وحي لي من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث من كان عنده ككست أكتس كسك انتهي طعام اثنين لوقف وحي عنان كي كسك انتهي فليذهب بثالث من صد حاضها والشخص كحي ومن كان عنده كوكس كسك انتهي طعام أربعة أفر عن تذوذ أي كسك انتهي فليذهب بخامس وبسادس من اللي حاضر لا تقو كل سيدا اصلك اي كسغنت هي كتابك يعني سوري صحيح اصل يقول كسغنت هي بدون واو انا يعني قال لك واو بالقدره اه علماء يراهدين عاطف كو وقدري بسادس ان او لقدر اي ان واو لقدر لبد الصوره قال هذه واو لا قدرة نقن يس فليذهب بخامس بسادس اي وبسادس هل تغمد شناد اي مد لخاد هل haddii <chat> aw laga dhigo caatifkana waxay noqonaysaa ha la tago mid markaa shanaad ama mid lixaad waha laga yaabaa inuu caatifka ka shakiya suuragala ama inuu sheegayo inaanu sheegin uu ka shakiyo waxaa soo arooray oo ku dhacay riwaayaadka saxiixa mid ka mida khaas ahaan muslimka falyadhab bihalaaatin saddex ha la tago laakiin culammadu markay sharxayaan sida imaamu nawowi oo kale wuxuu odhanayaa sida bihaalisin baa saxan الرواية ذكر يا أم بائي أها طيب بخارنا أستاذ سكري بالسوري ركال الرواية مركزة مكة مسلمة من النبي الثالث شيخ يسمي النبي بالثلاثة وحلل بضعه الصواب أبو أرني بالثالث بسلاست النوال التوجيهين كروي له وحلول يعني وحوي بالتمام الثلاثة صدق الله ما يستريح أين أقعد الممول ما الله واحد تضمر مركع وأنت ظهر هيو متصدق ولا تتكلم لو تشهد وعندما تأخر مركة وهي وحي عنان هينة مثل سيكون هذا بسادس أو بسادس أمام مدلح هذا الكلام مركة عطف كيما يكون مركة مركة مقدرة أو كما قال مركة مغتر رويق أنه شكي أما السيد ومركة النبي عليه السلام ووحو تلمم ينوعا ما إن شكي مركة عبارة كشكي اللفظية هل يأتي أبا لابا اللفظية اسكب معنى إنه مركة وحيوان ميث كشكي مساس مساس <applause> مرك وحوائي السغو والصمين يتحري الفاظه كدا ذا لي او كما قال مرك لكن لفظ يهدي الله به سيدي مرك حديثك او كما قال حبل لم يودي وان ابا بكر ابو بكر نجاء بثلاثه صدح اي مركب ليمي صدح المسوك وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره نبينا عليه الصلاه والسلام حلتهم يسوون الطبن مركان تنبوك حي اهل الصوفيه كم يضح. أو صدح بك أبا أبو بكر نصدح مكحي وأن أبو بكر أبو بكر تعشى وحكى عشيني عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكتس ثم لبس دويد نواصو حتى صلى العشاء إلى صلاة العشاء عشاء كدي ثم رجع دويد نواصو وفجاء وايمي بعدما مضى من الليل ما شاء الله مركو الصعدي من الليل حبينك حقي سوى حاله كم دي اما من الليل حقها هبنك او كسوداي ما شاء الله قدرك إلى دونا ان يسود فقالت له وحي امراته هوينه ديس وحي كو تري ابو بكر ما حبسك عن ضيافك ما حكا حبسوك ادبدغي انا ضيافك يعني مرتيده مخاكا دبدغي مرتيده دي مخاكا قال وحي لأبو ابو بكر او ما عشىتهم ماذا عشى ميد عشدي سينو ايدن عشيسين يدو الله دو ميد عشيسين قالت وحيتي أبو وي دي حتى تجيء الى اد الضوء ان عشدي عنان وي دي وقد عرضوا عليهم واوبا دي حقيقه واو دي عليهم يغا كركودو واو دي يعني عشدي وا لوغي او لو يغا ديدي هذا كوغو خدين قال وحيد عبد الرحمن وين ابي بكر فذهبت انا فاختبأت أنا واحان وا أو مرك وارلونتاي ويسقري يعني السئ أنا أبو بكر وعنانان أو ماجن أيو كرلو فذهبت واتجي أنا أنا وهذا عبد الرحمن هاي فخت بقت وارلونتاي منسقري فقال يا غنثر يعني كن عسكا هايو عن يعني أبو بكر ووكحناقي مرك وحوي مركب إن يمرك ديج وكجابين وأنا وحوي حلكي ودري إن نقصوا بحيلنا كيس ساسوقات markaasuu dabeedno hadalladan canaantaa ku odhanay oo wuuhi yaa qunthar kii nacaska ahaayow fajaddaca waa markaysa markaa caayay wa saba waa caayey jaddaca laba tafsiir baa lagu fasiraa in la yidhaahdo macnaa sabbay la macno tahay iyo in la yidhaahdo o habaar baaba ku jiro yacnii ilaahay sanka ku goo ama dhegaha ku gooy oo kale markaysa markaa in la yidhahdo ya inuu ku habaaray bijadci anfihi aw bijadci udunay in dhegaha la gooyo iyo in sanka la gooyo iyo inuu ku habaaray صان والله فسر سدانه والله فسر واحد غريبه لكن على مود تايني ارجحان على مود شراح ظاهر تايني ابديان اي هذا صح لا تصح غريبه اي بعد كشر الدين مركا يسقط حقيقة صن انه مركا يسقط تعدي ليمي انه ابو بكر هباره يا انو كيس وحوية النعاس وارهم مركب بعيده يدعو الله اني قرر يبي وليب الدين للهبارو وبطقوك للهبارو فجد عوام ما قو وعائي وسب وعاي

ya in macnaha loo fasiro oo la yidhaahdo waxa weeye dee cunto markaa hungurimar idin laho wanaagsan ma aheede cuna oo khabarnimo laga dhigo habaar aan laga dhigin wejigaasaa fiican labada wejibana waa sheegeen shuraaxdu labada wejiba waa sheegeen wa qaala waxa uu yidhi kunu cuna laa hanian ay laa aklan hanian yacnii cunitaan aan markiisa markaa hungurimar lahayn cuna oo khabarnimada ayaa ka hafiifsan habaarka وقال وحوري والله الله بان دارتي أبو بكر بأورنا لا أَطْعَمُهَا أبدا ولي يعنى ما ما يعنى قال وحوري عبد الرحمن ويم الله ويم الله أي قسمي يعني دارت إلهي أهاتي دارت الله بان كل يعني ما كنا نأخذ من لقمة ما أنه أهين هذا هرم ما أنه إلا ربا من أسفلها أكثر منها إنو كسو سيادة مويانا، ربا وسيادة وي. إنو سيادة مويانا. من أسفلها حجي إذا هو سي إنو سيادة مويانا، أكثر منها وحكف ربضاني. إنو كسو كررانا وكسو سيادة مويانا. ربا كسان وقادنو. إنكبضن بحق هو سي كسو سيادة. هو سوبضتها. إنكبضن وحكبضن وكسو كريس. ما كنا مانو أهين ناخذو قرقادة من لقمة هرما قرقادة مانو أهين. إلا ربا إنو سو سيادة مويانا. من أسفل يا حق إذا هو سعون تذا إنو كسو السيادة مويانا منها وحي يضا قدر كي لغا قاضي وحي كبضا باكسو كردي ربانا وحلو جدا الزاد حتى شبعوا ويعنين حتى شبعوا إلى إدركين أهل صفي وإدركين وصارت يدنا وحي نقطة تذي أكثر مما كانت قبل ذلك متكفر بضنب إنت مركي هراء هيد إنت اللوغ جيي جي أي أهيد مركي هراء قدرها وحي كفر بضنب بابين نغطع انتظر بابا وانت اللوك يا كبدن فنظر اليها ابو بكر ابو بكر بايع عنتدي فقال لامراته وحكوله ها ديسي يا اخت بني فراس أه بني فراس مركا وحاي ولا شودي انا وحلوتشي اذا تي وحوي مركا كم اذا هيدا كان على طاي ما هذا كان يمحوي ابو بكر ها وين ديسي ما اريد ام الرومان اي كونيدي لورنش مركا وحاي بني غنم ابن مارك بايع ماركا غنم بن مالك أيا وحد على حارث فراس بو دالاي علماء ذو حسو خلافان مع بني حارث بيا هاي وفراسك اللولى الأه لكن نصب كي نصب كيدو فراس قليل مثل بني فراس بقريش لباقول بعلوم ذكريين لباقول بعلوم ذكريين وحي علماء قال كودو بديان يعني. ان حارث او فراس اللولى الأه إن ام الرومان كأس الريد لكن حديثك هو ظاهر كويا هي ان بني فراس اي على لطي وهي في اللغه العرب اخو كذا مركل ليلادو قبيل الشيغو وحلوتش اذا واحد منهم شخصي كم اذا لقاتل ماما يا اخا عادني اخا سمودي وحلوتش اذا واحد منهم أخ العرب مركل ليلادو وحلوتشي اذا شخص عربي اهو عرب كفر عمو عرب كرشي اي لقاتل ماما يا سي ذا مركل الشيغي يو قوموم كاهو مركل الشيغي يبا يعني اخاه ماركل ليلهدو لوجاتشي ذو ميديغا كالاشي وأخاه عاد ماركل ليلهدو يا اخا ثمودي يا اخا تميمي يا اخا العربي وحلوتشي ذا واحد منهم ماركا هل كان صا سو كري ويو وحلقت الماما اخت بني فراس يعني ماركا اني رب فراس كال على تال لغت الماما يا يا من هي من بني فراس بمعنى كدقي تير بني فراس أهيدي صا سي كدقي انت مركا علماء الشراح قال كود وحي له دين وحي الدليل والتهي علماء المركز خلافين مركا عده اهايد ان بنو فراس اهايد اي حديث كان مركا وحوان و... 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 ومركا وحوان عاطيني ما هذا؟ كان محوي هيبولي يعني عنتدي مركا يعني انت هذا محيسنني تهي انتظر مركز بدني محيتها قالت وحيت لي لا وقره عيني لا يعني واح كلمه شلان اما مركز من نقصام وقرة عيني إن كان يعني كلها أرتية لهي الآن أكثر منها قبل ذلك لهي يدو الآن هدد أكثر منها ويكبض قبل ذلك أنت كهر مركان كهر أنت يا حيد ويكبض بثلاث مرات صدح قوربي يكبض يعني أهدي يا بابا يكبض أنت وحش كل هو أنت أنو يعني صدح قوربة يكبض أنت هيبا أنت فاكل منها ابو بكر ابو بكر باو عني ابو بكر أيوه كعوني وقال وحر انما كان ذلك من الشيطان وحر انما كان وحو هذا او قرا ذلك كاس او يعني دارت من الشيطان الشيطان حقي بكا هذا يعني وحو اجيد يمينه دارت سي بو جيده دارتن كدارت الشيطان حقي بكا ثم اكل منها لقمه تنوح كعني هرمة ايو كعوني ثم حملها مركه هرمك عني أي دادنا قاضي تدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق النبي قو قاضي فأصبحت عنده نبي أكتسا يكوى بريستي وآهات وكان بيننا وبين قوم عهد وكان وحاء هذه بيننا أنك وبين قوم يعني ذاتك لحدودة وقال عهد بلن با مركزا أنك فمضى الأجل يعني وقت با مركزا فتفرقنا وكالتغني كل سيد اصل كك السلطان وصحيح مسلم ماركو الامام النووي شرحها يوحورنا يعني فعرفنا ففرقنا اي شيقي وحورنا اكثر كنسخ صحيح مسلم الامام النووي شرح مسلم كحورنا يا يعني صحيح مسلم اكثر كود معظم كود آه وحي كويما فعرفنا اي كلمه فعرفنا بكلمه دين سيدا مركل يداهذنا وحين نقرأ يس فعرفنا إلا يداهذو أيجعلنا عرفاء يعني قارم السُلابا ويا يعني عيدا بدنا يمي عيدا كي بدنا يمي مذول بمركسة وحلو غيارة مذبل بمركسة عارف لغياره مسؤول كأهو عاقل وكلا وغردا أيال غردا وقولها هكذا فعرفنا هكذا هو في معظم النسخ <سؤال> فعرفنا بالعين وتشديد الراء اي جعلنا عرفاء معظم كان نسخة صحيح المسلمين المسلم المسلم. وفي كثير من النسخ ففرقنا بالفاء المكرره يعني ان بدنا وكرروا نسخ مسلم كم بدنا ففرقنا باكسغن فال السعي العليي ولا ففرقنا بالفاء المكرره في اوله مركه يعني مركه قاف نكح من التفريق اي جعل كل رجل من الاثنين عشرة مع فرقة يعني وحلا جاية لمتكسته ومركى يسمى مركا ننكسته والله بيت تبان كن نكمل ذكوه بع الوتر والله بيت تبان مضح والله بيت تبان نكلوتان فهما صحيحان كتبوا حرنيا قاضيهم مشي جن قاضي عياد بوش داي وتش جاه وراء فعرفناه مو يعني وتش كلامشيل وتش كراء مشيل ففرقنا إثنى عشر رجلا waxaannu yni markaysa markaa kala kaxaynay laba-iyo toban markaysa waxaa nin ama fa carafnaa waxaannu mas-uul uga dhignay laba-iyo toban nin baanu markaysa markaa mas-uul uga dhignay maca kulli rajulin nin kasta la jirkiisa oo minhum iyaga ka midana unaasun dad baa la socda allahu aclamu kam maca kulli rajulin allaah baa u ogaal badan nin kastaba tirada inta wehelisay laba-iyo tobankaas ah nin kastoo labaiyo tobankaa ka mida تيراد عدد إلى إلىهم بقرني، فأكلوا منها جميعا. اللبية طبعا كاس يعني كحود أمد ولب مرك إذا مرك أحوني وطه، أوحوي كحول بعدت كذا اللهون قرنيو. أيام مرك دباد مرك يمي، أو مرك أحوين تر <applause> لو كرساري أم اللوقي بيه، فأكلوا منها أجمعون. لما أنت ضحبي كونين، يعني مرك حيردي ريد، عن تدي خصونيد. باللبركي. dabedna waxay noqotay cunto aan la dhammaynaynba cunto aan la dhammaynayn ayay noqotay marka halkan waxaa ku sugan dhaar baa ku jirta ay markaa ku dhaaratay zawjatu abibakrin wa qurati cayni indhaqabowsiga yagoan ku dhaartay asmaada ilaahayna dee kama mid aha waxaanu naqaanaa waxaa lagu dhaartaana dee allah magacyadiis ya ayaa markaysa markaa lagu dhaartaa هي صفاتك إلهي هي أسماد إلهي بالغدارت وقرة عيني علماء قال وحكو فسرين إن لو قد النبي عليه السلاة والسلام ومركا إلا ذهي عند قبوسك يقول كدارت عدا كفر حايا وحي قد شهد للنبي عليه السلاة والسلام هذا سيئل قد توجيهني العلماء قال كود وحي لان وحلو انتي آن لرهيب لا رشاد عدا الله هاي لقد قدارت انتي آن لديد أو النهيين إنه أهيد بالغوحن باريا qabla anahyi inay tahay taasaa lagu tawjiihinayaa bay markaa yidhaahdaan badiba taasay sheegayaan culammada shuraaxdu bacdibaa waxay ku dareen waana dhici kartaa in la reebayoo iyadu markan aynay garanayn taasna wejigaana qaar baa sheegay laakiin sida horey u badiyaan culammadu sida hore ayay u badiyaan wa fii riwaayati riwaayo kaleo saxiixa ku sugan waxay sheegaysay fa xalafa abubakrin abuubakar baa dhaartay laa yacamuhu inaanu cunayn ninbuu ku dhaartay cuntadaa inaanu cunayn ayu ku dhaartay فحلفت المرأة قبر نوار دارتين لا تطعمه إن عونين بيدنا قدارت فحلف الضيف مرتيدي نوار دارتين أو الأضياف واللفظ يقول باللاقي الشكي من الضيف بعبر مساء الأضياف لكن هو يسكو معني أو يعني وحواي مدكا يا جمعة مدول بالضيف بالأروني سيد الضيف ويا هي أيا جمعة فراب بدنا الأروني الضيف القرآن كان عندنا وقت ميض معناتش 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 يسمو المكرمين بالوصفي معناتها شمعة ديل لوسي في وحلقة قاضنا إن معناته شمعة لوكشي فحلف الضيف مرتدي بعد دارتا والأضياف وإسلام معنوي يعني أما مرتدي الأضياف بألا لقى وكعب ري أما الضيف بكعب ري ألا يطعمه إن أينعونين أي أنا دارتين أو يطعموه مرة دو حلوة فاتشينة يا لفظي الضيف بمفرد معناتها ما فائدة مرناتها صار لفظي وافتشي وفاتشي وضميركي لوكع علي لفظية. ألا يطعمه إنهم ضيف كعونين الله يطعم ان نعون هو ضيفك هو عنتد هذا او يطعموه او الا يطعموه اما ان نعون الضيافه تمر كان وحلقه حق لفظي اما معناها حتى يطعمه مرتدنا وحاي كو ان اني عنتدا الى ابو بكر عنوه ان اني عونين فقال ابو بكر إن ابو بكر روحوا الى هذه من الشيطان يعني هذه دارتني يا حالدان هره اعرض اهي من الشيطان الشيطان حقي بك اهات فدعا بالطعام عنتدي بمركيسه مره ويهر ويلكانا فاكل واعن ابو بكر واكلوا يقنوا واعنين فجعلوا وحي النقدين لا يرفعون قارا سرق قادين لقمه الحرمه الا ربت من اسفلها اكثر منها كل اصل ك يعني شراح ذا يعني حويا مره صحيحه وحي ربت بعد الشدان أكثرنا أي كردغان مركّل لا ربت مركّل مركا إلا ربت إنا مركا وحوية سيادة موياني أي هي اللقمة يعني مركة وحوي وحوية من أسفلها حق هو السيادة وشيء اللقمة النقنى أكثر منها حالة كبضان أكثر وي حالي وي نصبيين أه وشيء هي ربت مركّل لا أكثر أه وحن نقول باعتبار المعنى إلا ربطنا يكرر دمو يعني من أسفلها حق إذا هو كسو السياد دمو يعني أكثر منها وحكبضا لقم ذي بكسو كردي أو كسو السياد أكثر مركا وحالا يا فاعل بالا قرد فقال وحو إلى أبو بكر يا أخت بني فراس يعني تاذن رهي بني فراس أهي ما هذا كان يمحو يا هاي. يعني حالتها ويديني يعني ما ها عنتظن بضن محيطها عنتظن دا وقين فقالت وحيت لي وقرة عيني عند قبوسي عند هاي وكفر حام بان إنها عنتظني الآن هذا ذنب إلا أكثر منها كبضنتها قبل أن أكل أنت إنان عنين إن مكوعي عني بكت إنت مركي وراها فأكلوا ويعنين وبعث بها وادري مركي سأعنتظي ومركي سأدري يعني عيد أقول بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق النبي فذكر أنه أكل منها وحشاق عيد اللودي بي النبي عليه الصلاة والسلام وحكا عناي وفي رواية رواية كالو صحيحة قصوا أن يذو الشيخ الشيخي أبا بكر إن أبا بكر قال لعبد الرحمن عبد الرحمن إن كوي لدونك أضيافك مارك هو رأي لما أي خذ قاضو أضيافك مرتضى قاضو مرتسور فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حق النبي أيان مارك أكعي أقباني حق النبي أيان آذية أو أكعيان فافرغ من قراهم كفارق لما يستر مرتصور قرا هو مرتي قبل أن أجيء إنت أنا إيمان كهر واحد كفار قضاء لما يسمى مرتي فانطلق عبد الرحمن عبد الرحمن بتيجي فأتاهم بما عنده مرتي وحوكاني وحأكته ذقص وناظي وحأكتي سقص وناظي أو مرتي صورة فقال عبد الرحمن وحوكيلي اطعموا هنا فقالوا إلى هذه أين رب منزلنا يعني يقول أن عدي مركا وصاحبك كاهيد مسؤولك كاهيد ماذي

يعني صاحب منزلنا الى ايما ابو بكر اه عنيمينو قال وحر عبد الرحمن اقبلوا عنا نغا اقبل قراكم مرتي سوركينا نغا اقبل فانه شاني ان جاء هدو يمادو ابو بكر ولم تطعموه اذا كان عنين والحال لم تطعمه ايضا عنين هدو يما تطعموهم بيودع دوا واحد فيه مفعول كي لنلقينا منه كلكلن او كلكلن او منه حقيسا yacni dhib kala kulanneen haddaa cuni weydaan oo idinko aanu cunin uu yimaado dee dhib baannu xaggiisa kala kulmaynaa marka annagana dee dhib hanoo sababine naga aqbala martisoorka fa abow waa diideen waxay ku adkaysteen abuubakaroo yimaaddo mooyaane cabdiraxmaan wuxuu ihi fa caraftu annahu yajidu calay martidii waxba ma maagin yacnii sidan baad tihiin iyo dad adag baad tihiin iyo qaa iyagii ma hiifino ma maagin cudurdaarkiisuu u sheegay وانا بريي والله هذا الله مركا واسك الصبر مركي دا اي فعرفت وحن قرتيب لأنه يجد علي إنه يعرون يا أبو بكر أي أن فلما جاء مركو يمتان عنه وانك اللي حضا وانك قبضا عن مالبان كقرونت تنحق وإن قيس الله اللي مركي سمركا مركا دواون كقبشو فقال وحي لأبو بكر ما صنعتم حاصة ميسين هوين يدي سيبوا يديني أم الرومان حي يا شيماء بو يسين فاخبروه ابو من اهل كينه فقال اوح يا عبد الرحمن عبد الرحمن فسكت وانا مصيب. فقال اوح يا عبد الرحمن عبد الرحمن فسكت وانا مصيب. فقال اوح يا يا غنثر نعسك اقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي لما جئت اوح اقسمت عليك وأكو داري لما جئت إي لما جئت الى بضب دين كل بضب الله ما بيض الدنيا. واحيانا اهر مريان على مدى الابد والشاقينا شتكي اهر مريان شتكي اهر اقسمت عليك وداريين. مركا معنو حود عياه لا اقسم عليك الا جئت. اما لا اطلب منك الا ان تجيء. الا مجيئك. كاطلبي مايه مويانا انا تسماد موي واحكي لكاطلبي مايه. الا ويلا وينات مضى. مركا واحد لماذا شدني مركا aqsamta <test> iyo uxariju iyo ay daba dhacdo waxay yidhahdeen ilaabay la midto sibowihi baa sheegay saasa yidhahdeen sibowhii baa nasgareeya yidhahdeen lamaadu hadday daba dhacdo uxariju iyo uqsimu iyo aqsamtu iyo hadday daba taalo waxay ka dhigan tahay wax kale kaa dalbi maayo inaad markaas yani ilaa kada mooyaan lammaaduna bimacnaa ilaabay noqonaysa waa markiy shidantii wy wejiga labaad waa sheegeen oo in la khafiifiyo shuraaxdu labadaba مكالمة الله خفيفة ما زائدة نغنة مزيداً نحن أقسمت عليك وحنكوب داري إن كنت تسمع هذا مقلي السوق لما جئت أي يعني حوي أن مرك وحنكوبون داري أنا اعتمدي معه رصاص من مقلي إماتي كذا فولاي أنا اعتمده فخرجت وأن صوب أو لم قبني وقبلني عدت في السوا مقلي رمي وقبني فخرجت وأن صوب فقلت وحان sal a dyaafak weyddii martidaada weydii anigu atimartisoorkii waa u geeyey cuna waa ku idhi iyagaa diiday aday kugu xidheen waxay yidhaheen isagoo yimaaddo mooye cuni maayo dee eeddaan aniugu leyah maayt anigu haddaan isku dayey oo markaise marka aan doonay inaan marti sooro iyagu ayga diideen mian hasba weyddiioo iyaga warayso sadyaaak martidaada weydii waa weydiiyey abubakar fa qaaluu waxay yidhaahdeen sadaq run buu sheegay waa sidaas annagaa diidnay ya اتانا به ونو كان انتظر يا اني يعني جدني فقال وحر ان من انتظرتموني يعني مركه انو باي سكتين واي وكليا والله لا اللي اطعمه الليله تدنا مركه انا وا مرتد بو عروده والله عني ما سيسكم حرام وكررت. فقال الاخرون كوي كلنا وحيدان ومرتديه والله لا نطعمه حتى تطعمه الهي بان كو دارنا انو نعني الى عنته الى فقال حلو ويلكم يعني مركة هوقين الزمكم الله ويلكم ما لوقمت حقيقه الدعاء هبر لوقمت يعني وحويا مركا مرادك لوقمت إذا ذا وارنا عباره مركة افك كبدنا يعني وقتي هذا مركيسا واخ إحلى استنكار يا لكن ان مركا حقيقه مركة هبار ان لوقمت ما لكم لا تقبلون عنا قراكم ما لكم حي هذا اي شيء صبت لكم لا تقبلون حال اذا اخبرين عنا حاجة إذا أنا أيضا كأكبري إنقرأ كمرتيسوركين، يا محو أكبري لا اذن عن يا مرتيسور، مركز سلطانو إسقابته هات طعامك عن تضع فجاء به واكيني فوضع يده وبلا أبو بكر، يا اللي هو دارتين، فجاء به عن تضي عبد الرحمن أو فوضع يده أبو بكر باق عن تي عن تضع فقال روح بسم الله، ما قال الله أبو قبطي، الأولى حالة دي هري من الشيطان الشيطان حقي بكاهات فاكل ابو بكر وعوني واكلوا يغنوا وعنين متفق عليه بخاري ومسلم أسكوا وافقاي مركه اثر الحديث كاسكو بخاري البخاري ومسلم لكن رواية قار كودو اي لا كلا غار قوله غنصروا آه بغين معجمة مضمومة ثم النون ساكنة ثم ساء مسلسة والضبط بالحروف بغين غين حالة غين غين كاسو معجمة لبعله ومضمومة لقذي

أي الصمت لقول جيا أرجع هو صنطيا، وليه يعني غين كيف بغين يبيعين ويسويا جين سما السعودية معجمة المركب حتى <متحدث> عطيه اللي على معجمة صحيحة <متحدث> مثال <متحدث> مركب واحد هين الشيء يعني مهملة <متحدث> الأورنية هدي حتى اللي قالوا قلده مهملة بغين معجمة غين ومضمومة لجودي حركة أما حركتك لغلط لو غغره مضمومة صحيس ثم نور الساكن النور هي بمبا كحية ثم سائل مسلسة ساء صدح له أي أنك وضبط بالحروف وهو الغبي وكنعصك الجاهل جاهل كأه أي يغنثر ليلة وقوله هذا الكيس أولي فجدع أي شتمه وعاي والجدع القطع شدعنا وقوينتوي مركا هل كانوا حوية آذوا مسيح لكن شرح صحيح مسلم iyo shuraaxda kale badankooduba waxay sheegayaan in macna cay looga jiedo iyo in habaar markasainilaaa amasanka gooyo amadhegaha gooyo inuu ku habarayo iga jdabadawajbheegeenlaakinhuadaqaar waayubaiaania waaa ka ianmarka caylagu ambaaro halkanna wuuu ku ambaarayaalkiinawaaheegay a iuuyahayaawaa ku ambraaaa wljadu jadciguna aa waa goynti jadcllahuanfahumarka la yidhahdo ilaahay sankiisa hagooyo wey qowluhu yajidu calaya huwa bikasriljiim wuxuu kusugan yahay jiimka hoosdhigiisa ay yadabu waawaacaoonayaa baa loga jeeda alakuli xaal hadalada uu ku odhanaayo abubakar inankiisa uu ku odhanayo waa markaysamarkaanooc nimarkaa cadrhada ayaa kolay ka keentay nooc tarbiina waa ku jirtaayoo martida iyo de inuu u dadaalooo marti sooro

waxaa kaloo kutusinaysaa sida martisoorkii ay ugu dadaali jireen iyagoo wax fiicanba aan haynhadana marksaku dadaalaeni martisoorarsameyanisuxilaamaansidaaa jeayooawaaa aouuamaadaama cuntadu ay yaray martida lafteedu ina is yidaahdeen iyadoo aan maraa masuulkii gurigu aanidinla joogio dila cunin id unigwaka unsuaddalbadeen

oo dee uu is oan karo waawyan macnaha usoo degdegaya uu noqon karo yniisagaa dayacay ama xilkii aan kasoo bixin marka dabeedna inuu maago ayuu marksmarkaka baqay sa mararkii hore ugu yeei waayy abaho ka gabanayo nmaaggiisaaiuinjaawalam taamu anaayannaminuni hadduu yimaaddo idinkaan cunin hibbanuaaumhib ayaanu kala kulmana markasidadewaamartisorki a ugu dadaalayeentaana waa laga qaadanaya kole xadiika fawaaid kale waa ku jiraan hiuna wuxuu u keenay karamaatulawliyaga ayuu u keenay karaamada awliyadamarksamarkalaga aadana waayta cuntadan siyaadaysa la dhammayn waaye cunto yaro weel lagu keenaoo ndad kooban loogu talagalay aan farabadnayn oo xeero yar wax lagu soo qaaday ah ayaa markasa marmar walba waa sii korodhwn taasina waa baraka marmaramara karamaatawliyagasaa usoo gasha markii dambe waxaweeye dad fara badan oo khalqi fara badan ah oo labiyo toban kooxooda ayaa markasa maraw wakauao maranloo dhig la sii marka waxawey calaa kulli xaal taasina waa karaamo abubakar markaa u sugnaatay oo marka waxawee inay baraka tahay buu mrkii dambe gartay sidaasu markaysa marka isaguna ku cunay marka waxawe riwaayada hore waxay sheegaysaa waqtigu cunay inay tahay markay yidhaahdeen markay ka dhaarteen inay cunaan ilaa abuu bakar cuno markaa inuu cuno u bilaabay riwaayadan dambena waxay sheegaysaa markii dambe uu arkay cuntadii inay fara badatay markaa inuu cunay culammadu waxayna labaduu is diidi maayaan markan hore markay ku xidheene ka dhaarteen ay yidhaahdeen ilaaba ilaa adoo cuno mooyaane wallahi cuni mayno dhaartiisii markaa waa jibiyey kafaaragudka dibbuu ka kafaara gudi doonaa xadiiskuse ma tilmaamin waana kaa yidhi min ashaytaan weeye dhaarta aan dhaartay yani dabeedno markaas u bilaabay markan dambena markuu arkay in waxawee cuntadii ay farabato barakowday liajli baraku markana wax uga cuna barakada daraadi marka waxa waxaa ku jiray markii hore uu cadhooday abubakarsoomaaa si cadhadii looga kaxeeyo farxadii ay ugu dambaysobarakada loo siiyeylqomarsmadimaraonwuu ku farxa uu helo murugadii iyo cadhadii iyo wixii o dhan waa ka baaba'ayaa taasina waxa weeye markaa karaamada noocaasi waa ku jirtay fawaa'id kale waa ku jiraan waxaa ka mida martida in la marti sooro waxaa ka mid a abuubakar inuu deeqsi ahaa oo isagu wuxuu soo kaxeeyey ilaa saddex nin oo ka mid a fuqaradii muslimiinta ayuu soo kaxeeyey waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha lagala baxaayo e dadka fudalladii inay dhici karto waqhtiyada qaarkood inay cadroodaan oo ay dhici karto markaa in marka ama ay marka erayo laga fiican yahay ama wax la mid ay ka soo baxaan ama cay iyo wa lamid waxaa kaloo laga qaadanayaa dulqaadka cabdiraxmaan ibnu abi bakrin hadday tahay martidii diidmadii ay diideen in u dulqaatay aanu marka eray niarkaa ay dhibsadaan aanu ku oan ynima maagin ma caayin waxaanu tilmaamay weliba dhibi inay uga imanayso diidmada ay diideen addana maca ali eray qalloocan ata kuma oha waxaa kalooa aadawaalidku hadduu u aato ubadkmarkaa inay nmarkaa la yimaadeen wax tafriia ama kagaabina ama wax la mida ni canaanta iyo erayada marka uu ka oanaya inay markaa ka mid tahay un nimarka tarbiyadi i ashyaada inay ka mid tahay waxaa kaloo laga aadanaya ataa ubadka haddii waalidku caayo oo caydaa inaanu munaasib u ahayn oo kasban uu u qaato inaanu markaa ubadka laftooda ayna caroon ooay iska liqaan oo ku ilaawaan xaqa waalidnimo iyo fadliga ay ku leeyihiin taas yada aynay ku ilaawaan lafteeda waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa dhaarta hadduu ruuxu dhaarto oo si kaleo ka wanaagsan u arko

حالك النوع سينو خير في لي ما اداء يافعاً او ككفارك ذو وحكى الله لقا يا كفار ان لا تبلغي كره عجيزك اللفتي سنوى وكدر شدان فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه انك استواهقوا ترتيباً وفائدين قادنا واختي ذا قار كتبا وحلقا يا سيد الله كالهران شاقي ان اوفي عنتا ان لوكالهر مريو سيدي مركو ايد الله ايلي إن الصفا <سؤال> والمروة <سؤال> من شعائر الله <سؤال> وحنبق إلى <سؤال> عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به وحنكب بلا وحو إلهي كب لابي أي أنكب لابينا مركة كفارة إسقان أبو بكر الصمين أيوم مركة وحوي عون تانك ليم ودارة الخلافة مركة مرتدي سناء كدارت أي إله دين أدانة والله بانا عونين مركة سداء إله marka kafaaradii kama tegayna kolleyba inuu dibdhigaa lagu xambaaray taas ayaa markaa lagu xambaaray waxaa kaloo laga qaadanayaa oo baabkana xadiidka loogu soo arooriyey karaamaadka awliyada oo inay tahay karaamatun liabibakrin karaamo abibakar u sugnaatay inay tahay karaamadaasi waa maxay cuntadii baa barakowdoo fara badatay cunto yarbay ahayd oo martii loogu talagalay haddii wax soo raacaan intay iyagu cunayeen

صداعي تلي. يجن وح كعونين. وح كر الله قاضنا يا باركني ماذا إن الله عونه. يعني لفته ذا وح كقاضنا يا. حديث وح الشيء يا مركي هريين ومركه وح كعوناي مركي أي لهدين. والله عون المينه. رواية ذكرنا وحي الشيخ يسأ. أبو بكر مركي دمبليله وفرب الطيوعن تدي وز دي إنه مركه عوناي. على ماذا وح ين لبده يستدي ما يال. waxay noqonaysaa markii hore dhaarta ee ay dhaarteen martidu ay dhaaratay buu doonayey inuu markaa ayn xinsi ku dhicin oo waxay ku xidheen iyagu dhaartooda ilaa adigu aad cunto cuni mayn si ay marka waxaba dhaartooda uuugu fuliyo oo iyaga ugu baari yeelo oo ay cuntada u cunaan ayuu markaa hore u cunay oo wax ka qaatoo u bilaabay markan dambana barakanimadu u cuna markaa saas aawadeed labadu isdiidi maayaan labada goorba inuu markaa wax ka cunay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa barakada in waxa weeye markaa wax laga siiyo dadka fudalada ah waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa cuntadii yani markii dambe la yidhi u geeya abu bakar markaa u diray su uu nebiguna calayhi salaatu wasalaam wax oga cuno dad badan baana marii dame wa ka cunao kalqi badan ayaa markii dambena wax ka cuna karaamada abubakar la siiyey waxaa ku jirta ni murugadii uu dareemayay iyo cadrhadii wixii oo dhan inay marka ka khafiifaan baa la dooniya oo marka uu ku farxo barakadan waxaa ka imanaysa murugadii iyo waxawey cadhadii inay ka tagto ayaa ka imanw aro daedn markaamurugadicaadika taaaa واحد سويد لباب كان كرامات الأولياء واحد اللغوسة كتاب الدعوات وكتاب الدعوين أي كوكو ذكرتان حديث كان الدعاء كم مغطو واحد الدعاء حديث كم مقطوع متشرو صابتا اللغوسة الرورياي وامح صابتا اللغوسة الرورياي وحويان كرامات فربضني واحد مادان دعاء كل مادان صابت واللغوسة إن ان ذا إن فربضني أي مركة دعاء الصوابت مثل أبو بدنا وكوتشر تايو دعاء دعا عام كهل هل كان دعاء ينكب الصغنان خاص أهي دعوي كعام كي وكود دعاء يسينشري أبو بكر أيا كرامة وحيا لها الصواب كم إذا سيدة حوي مركة يعني مرقدي يعني مركة يعني أشياء دائما إلى هيك كرقادة وحوي مركة مرقدي وإلى هيك مقنطلة yacni maadaama uu arrinkan oo kale ka xumaaday nooc muruga ee y imanaysay eo cariiba dee waxa weeye ducadiisii hore caam ka ahayd ee ku saabsanayd murugada iyo ashyaada inuu ilaahay ka kor qaado oo waxa weeye ka magan geliyo taa lafteedu waxa weeye munaasaba wo ula yeelanaysaa kitaabu dacwaad waa ula yeelanaysaa waxyaalaha kale xadiidka laga daliishanayo waxaa ka mid a martida iyo markaysaga markaa sida iyaga la doonaayo in loo martisooro loo karaameeyo in markaa waxaweeye laga fur yeelo oo iyaga la hormariyo yacni taasna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya iyaga laftoodu inay waxaweeye markaa cidda mas-uulka guriga ka ah inaynay markaa u dhaafin oo iyagu markaa bilowgaa ay isaga u daayaan dee in markaa waxa weyaan haddii sidii abuubakar markii hore u fasaxay oo kale mooyaane inay markii hore fiican tahay inay markaa sugaan iyagu ayna iskaga bilaabin marka loo soo dhigaba ay sugaan rablbeyt taas lafteeda waa laga qaadanaya cidda guriga ka mas-uulka waxaa kaloo laga qaadanayaa inay fiican tahay martida in wax lala cuno dadka aarkood dadka qaarkood caado waxay u leeyihiin martida markay marti sooraan inay marka cuntadan usoo dhigaan oo iyaga u shaqeeyaan oo kada oan waxba la cunin yan saasoo kale ayaa marka dadka qaarkood caad ldaalaunoaaaa aadasiamartido mar hore ay iaadeen ilaaba ilaa waa inaad nala cuntaa ama waawee marksaadoo cun mooye uni mayno abubakarabautiaraa ican taa ikraamka la sharfayana niyaddoodu siday ku samaanaysaa waxa fiican in lala cuno haba laga yaaba dee ina is yidhaahdaan ma wax kalema yaaliin ooyani markaa in lala cuno oo loogu sheekeeyo oo la cunsiiyo ayaa marka ugu fiican sida ugu fiican waa saas yani xataa waa ti xadiiskii ku soo aroortay e ninkii martidai ahaayaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee nebigu marka aanu waxba hayn waa kii uu yidhi caawa ninkanyaa iga kafaalo qaaday oo bimacnaa soo marti suuray nin saxaabia ayaa wuxuu yihi aniga ninkiibaa kaxeeyey gurigiibuu geeyey raashin fiican iyo waxba kuma ogaynba halkii buu yidhi mxaad haysaa waxay tiay caruurta inti yaradaa cashadaan u kariyey mooyaane waxaan hayaaba ma jiro wuxuu yidhi caruurta markaysa markaa hawasiininee waa yani ku raajiyo dabeedna marka waxaa wey sidaad markaa yani markaa caruurta sixi caruurta intaad markaa ka raajiso cashada yaa seexi bui markaad seeisana hadhow cuntada mrkaysagaa soo qaad nuska waxaad iska dhigtaa sidii markaaqof hagaajinayoo kale iska dhig dabeedna markaysa baktiy ina ciladii ku timiyo daed uu batiyey saaa higgurigo madow daedn usoo dhig wax kale ma hayaanintaayarba hayaan intaana waxay doonaya isaga inay cunsiiyaan ninka martisoorka inay siiyaan haddii loosoo dhigana

ila waxba ma arkayo waa madowey ilaa wuu marka isaga cunay isagoo isle waa lagula cuna cidina lama cunin isaguunbaa la cunsiiyey haddaan lala fadhiisan lahayn sidii wax la cunayoo layska yeeliyeeli lahayn cid la cunaysa aan la yska dhigi lahayn dee cuntadaa muu cuneen yama hadduu wax ka cunana wax nafle kama cuneen markuu arko wuxuu inay yar yihiin waxa laga yaaa inuu iska xishoodo markuu sa w yara qaadqaato deedma iska daayo y ayaaba dhici karbahay ala kuli xaal martida in lala cuno cuntada لفت هذا حديثا يا حديثك يا كلابه ولا قدر شني ولا قدر يشنع مركع حديثك على كل حال فوائد فرب ذنبها لا حياه وأشياء لا قدر شني يا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك